أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أول السطر في لقاءاتي الأسبوعية مع عدد من نجوم الرياضة الكويتية. حرصت من خلال هذا البرنامج على التقاء مجموعة من اللاعبين المميزين، كما نقول في الأندية القير جماهيرية، لأن هناك لاعبين حقيقي بارزين يحتاج تسليط الضوء، نسمع آرائهم وجهات نظرهم مشاكلهم دائما خلال هذا البرنامج. لذلك حرصت أن يكون ضيوفي في هذا البرنامج ضيفي ستعرفونه ولكن بعد هذا التقرير. من فريق نادي اليرموك برز اسمه كلاعب فعال وهداف يملك إمكانيات عالية، ورغم أن فريقه لم يحقق البطولات، ولكن عظبي شهاب يذكرنا في جيل جميل سابق، جيل حسين المكيمي وبسام العازمي وبدر المريفع وآخرين. ضيفنا اليوم يحمل العديد من الهموم الكروية التي يرجو الانتباه إليها من قبل المسؤولين عن الرياضة حتى تصل إلى المستوى المطلوب وحتى تواكب التطور السريع خليجياً وآسيوياً. بداية لقائنا معه في حلقة اليوم ستكون من أول السطر الذي طرحنا فيه العديد من الأسئلة وتركنا له حرية الإجابة عليها. نادي حبتنا من جديد في برنامجكم أول السطر، ضيفي عرفتوه من خلال هذا التقرير نادي اليرموك. يعني لما لاعبين يبرزون يتألقون، لما تشوف لاعب ينقال عذبي شهاب من اللاعبين المميزين، صاحب المجهود الوافر، صاحب الأهداف الجميلة، صاحب اللياقة البدنية العالية، لا شك من المواهب. إحنا نقول بعض المواهب تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى الاهتمام، تحتاج أن يصل إلى المنتخب فيما بعد يكون نجما متألقا. حياك الله كابتن علي. الله يحييك ابو نصار، وتشرف اني اكون معك. حياك الله. اول سؤال يدور في بالي كابتن عذبي، العربي بغوك كان يبونك ايام المدرب ناصر الشط، لم تخلني الذاكره. ايه عدل، يمكن ناصر الشطي ذاك الوقت كلم الوالد وكان يبينك، بس ما صار انه ما كمل الموسم اللي وراه. زين، يا محمد ابراهيم كان مكانه، فما صار ما صارت. انت كنت تبي العربي، انت والله. عرباوي اصلا؟ لا مو عرباوي، بس انه كل واحد يتمنى انه يلعب بنادي العربي. صراحه دائما نقول اللاعبين عمليه الانتقال تتمنون اشياء تكون تنتقال للانديه الاخرى، انت تواجهون مشكله كلاعبين تحقق طموحاتك اللي تبيها؟ اكيد، يمكن احنا لاعبين الانديه الجماهيريه يمكن صعبه نطلع الانديه الثانيه، واحنا نبي نطلع الانديه الثانيه لان كل واحد له طموح، كل واحد يبي يحقق طموح. شو المشكلة يا شو المشكلة؟ يمكن كتاب رفض أو شيء من النادي ما يخلينا نطلع الصراحة. شنو تطالبون أنتم الآن كلاعبين الآن؟ شنو المفروض يكون لكم في الأندية؟ هل المفروض تكون لكم فترة معينة وتستطيع انتقال لنادي آخر؟ لا عادي هو، بس إنه يعني يعطونا حقنا نقدر نطلع. كل لاعب له طموح يبي يوصل. انت شنو طموحك يا عذبي شهاب؟ اكيد يمكن كل لاعب يبي يوصل المنتخب، ابي احقق بطوله، ابي يعني اسمي يرتفع نفس اي لاعب. بالنادي اليرموك يمكن شوي صعبه الامور. شو وداك نادي اليرموك اصلا انت؟ يمكن الوالد هو اللي وداني.
الوالد وداك اليرموك برغبته هو انك تبي كل، ليش وداك اليرموك تحديدا؟ يمكن الوالد كان هناك مشرف فرحت له. زين اي فكملت يعني مراحل سنيه. رحت النادي اي سنه عذبي؟ 2002 2003 تقريبا. زين بس ما كنت من مشجعي اليرموك ولا كنت؟ لا عادي. واستمريت مع نادي اليرموك؟ استمريت ليوم. تكلم في مستوى نادي اليرموك، شو تشوف مستوى نادي اليرموك؟ ربما بعض المواسم متأخر، نتائج مختلف، شو يحتاج نادي اليرموك؟ يمكن احنا النادي الوحيد يعني نتكلم عن الموسم اللي طاف. تفضل. يمكن كان لنا امل ان نصعد، بس كان المشكله ان يمكن النادي الوحيد اللي كنا نلعب محترفين اثنين. الانديه الباقي كنا مباريهم على اربعه، وفي مباريات يمكن نلعب محترف واحد. عندنا عناصر يعني مجموعه شباب كويتيين كلهم فيهم الخير والبركه وقاعد يادون بزود يعني. زين بس يمكن الحظ. شنو المشكله عندكم؟ مشكله عدم وجود لاعبين محترفين وايد؟ اكيد لازم المحترف هو يمكن يفرق عن اللاعب الكويتي، لان اللاعب الكويتي مثل ما تعرف دوام في وايد امور اللاعب الكويتي، بس المحترف يبي يلعب بس هذا دوامه يكون لعب الكره. فهذا الشيء تحتاجون اكثر دعم انتوا كلاعبين؟ أكيد. دعم لازم. اذا فزتوا تاخذون مكافآت؟ لا والله صراحه ممكن ما يعطونكم. اي والله الان في زمن تحتاجون بالفعل انه يكون اللاعب ياخذ مكافآت نظير ما نظير اللعب اللي يلعبه؟ اكيد يمكن كل الانديه تاخذ مكافآت، هذا امر طبيعي. الاحتراف الجزئي ايش رايك فيه يا عذبي؟ لا هذا ما ادري يمكن شنو وجهه نظرك فيه؟ يعني مو الكل مو راضي عنه. اكيد كاغلب اللاعبين اللي اخذتهم مو راضي عن الاحتراف الجزئي. ليش؟ أكيد. كنا محترف يعني تبي تصدق شنو المفروض يكون افضل انت يعني؟ شنو اقتراحك كلاعب الان كل من يسمعنا في هيئه الرياضه شنو تقترح؟ احتراف كامل. اكيد احتراف كامل، مو انه ماده بس. احتراف كامل اني انا اكون بس لاعب كره قدم، ما اشغل ببالي شيء ثاني. احتراف كامل مثل ما بقي في دول الخليج الان. اكيد هذا يطور مستوى اللاعب وايد. انت تقعد تصب تمرينين، احنا تمرين واحد نتمرن، اكلنا مو عدل تبي تصدق، نومنا مخربط، فهذا اتوقع يضبط اللاعب. من المدرب اللي طور من امكانياتك يا عذبي؟ يمكن اول ما صعدت انطونيو الاسباني. شنو اضاف لك؟ شنو علمك شغله جديده ربما ما هي موجوده فيك؟ يمكن احنا مو مثل لعب الانديه الكبيره، لعبنا مو استحواذ وهذا. لما صعدت مع انطونيو كانت اول موسم لي. طورني وايد. اي سنه كان؟ اي سنه؟ 2013. نعم. زين؟ فطور مني وايد يعني توفقت اني صعدت بهالموسم. تحب كرة القدم يا عذبي؟ اكيد وايد. يعني انت رجل تعشق كرة القدم. عندك طموحات؟ في بالك اشياء ودك تحققها؟ كل لاعب في باله، شنو الاشياء اللي ودك تحققها؟ يمكن انا كان ودي ان احترف خارجيا ان شاء الله. ان شاء الله اذا الله قدرنا ان شاء الله احترف خارجيا، واحتاج ابي بطولات، ابي العب منتخب. وين ودك تحترف؟ لو الدوريات الخليجية. وين تحب؟ وين انت وين متابع للدوري؟ اي دوري اكثر متابعة؟ اوروبا ولا؟ لا المستوى المحلي الخليجي. متابع السعودي. وين تشجع؟ الاتحاد. مصاب جدا. الاتحاد عاد بعد السنة اللي فاتت مستواه مو ذاك الزود، ليش هالسنة يتغير شيء؟ ردوا محترفين وايد. من لاعب الطفولة يا عذبي عندك؟ من كنت اللاعب تتابعه تتمنى توصل مستواه تشوفه من المستوى المحلي؟ المحلي بدر المطوع. ليش بدر المطوع تحب؟ شنو الشغلة تحبها في بدر المطوع؟ يمكن بدر المطوع كل شيء سوى، شنو ما سوى ما شاء الله، ومن اللاعبين الكبار بدر اكيد. من مستوى اللاعبين الاجانب؟ الحين؟ إيه؟ هازارد. شنو تحب فيه؟ يراوغ وشلون يحتفظ على الكرة. تحب متابع الدوري الاوروبي؟ ايه. شلون تتابعه؟ الدوري الانجليزي. الانجليزي. وشجع؟ تشيلسي. تتوقع تشيلسي يسوون شيء هالسنة؟ والله ان شاء الله، صفقات ومدرب جديد ان شاء الله. على مستوى الدوري الكويتي خلال الموسم الماضي شلون شاهدت المستوى بشكل عام؟ يمكن مستوى مو مستوى اللي قوي، لان نادي الكويت مثل ما انت عارف الفريق الوحيد اللي كان عنده محترفين قوايا. ليش مو قوي؟ بفهم انا، ما يخالف عذبي، انت الان لاعب تلعب في الدوري الكويتي، قلت لي مو قوي، شنو الاسباب ان الدوري الكويتي مو قوي؟ يمكن مثل ما قلت لك بعد اللاعبين الكويتيين كلهم دوامات الصبح، يجون يعني يعطيهم العافيه انه قاعد يلعبون ويقدمون هالمجهود، فتعب يعني وايد تعب.
حبتنا في كل مكان. فاصل ثم نعود معكم من جديد مع الكابتن عبد شاب لاعب نادي اليرموك لكرة القدم في برنامجكم أول السطر. طبعا عذبي بداية تربطني صداقة بوالده قبل لا أتعرف على عذبي، بحكم والده كان مدير في قطاع الناشئين عندنا في النادي، وكنت دائما أسمع عن عذبي لأنه كان يلعب عندنا في المراحل السنية وكان من اللاعبين المميزين اللي مثل منتخبات المراحل السنية. تقريبا بداية معرفتي في عذبي يمكن كان من أبرز اللاعبين تحت 17، فنوع من المكافأة كانت له أنه صعدوا معنا بالفريق الأول يتمرن. طبعا كان مستحي وايد في اول يوم له، ولكن كان مجرد تمرين كمكافأة لانه كان بارز في مرحلته. في الموسم اللي بعده اللي هو اتوقع موسم 2013-2014 كان عندنا مدرب الاسباني انتونيو شاف عذبي كان توه صاعد تحت 19، يعني للحين ما لعب حتى تحت 19، ولكن المدرب كان له نظرة واصر ان اللاعب يتسجل معه في الفريق الاول وأنه يلعب في الفريق الأول، لأنه كان يبي يبني الفريق حوالينا، شايف فيه أنه يقدر يلعب في الفريق الأول. والأمر يعني المضحك أنه في بداية الأمر أنه حتى عذبي ما كان مكمل 18 سنة، يعني في خلال أول 3-4 أشهر من فترة الإعداد ما كان عنده ليسن، فوالده كان يوصله وإحنا اللاعبين واحد فينا يرد البيت. فهذه بداية معرفتي في أخوي عذبي. طبعا اللي يعجبني فيه الامانه ان بدايه من كمل 18 سنه او 19 سنه ودخل كليه التربيه الاساسيه انه كان حريص جدا على دراسته وملتزم فيها، وبنفس الوقت كان منظم وقته، ما كان يغيب عن التمرين، كان ملتزم ليومك هذا تخرج، ظل محافظ على الشيء هذا. وايضا اللي ما يعرف عذبي يعني ما هو من الناس اللي يحب السهر او روحة الدواوين وايد للامانه، فهذا الشيء انا يعجبني فيه انه محافظ على نومه ونمط حياته خارج الملعب. عنده يمكن سلبيه واحده انه يشجع تشيلسي ممكن، فاتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، ومثل ما اتمنى حق اخواني اللاعبين الباقي، واقول له مثل ما يقولون الموهبه مكافيه، اتمنى يستمر على اللي قاعد يؤديه في التمرين وفي المباريات، والله يوفقه في قادم الاستحقاقات إن شاء الله. نعود حبتنا من جديد في برنامجكم للسطر وتكملة الحوار مع عذبي شاب لاعب نادي اليرموك لكرة القدم. قلت لي عن الدوري الكويتي إن اللاعبين مو محترفين وايد أو دواماتهم تأثر. أيه. انت تدرسي عدو ولا مدرس؟ لا انا موظف مدرس. ها؟ مدرس. مدرس؟ ما شاء الله. مدرس كم سنة صار لك؟ توه. دي توك متخرج؟ توني. ولا بعد ما داومت؟ لا نص كورس مداوم. ليش اخترت التدريس تحديدا؟ يمكن انا كان ببالي مدرس بدنية. ايه. فاخترت بدنية. شنو تحب ترسخ في الطلاب؟ اكيد نعلمهم أشياء زينة، كرة القدم شيء حلو. الوالد يتابعك؟ أي وايد. من مباريات؟ أي كل مباراة موجود. ينتقدك؟ أي وايد. شنو أكثر مرات قال لك والله يا عذبي اليوم وايد لعب زين؟ أكثر مباراة والله ما كان مباراة معينة الصراحة، حتى لو ألعب زين يمكن ينتقدني. دائما في مباريات لعب، شنو تعتقد المباريات اللي لعبتها عذبي كنت مميز فيها، حسيت أنك طلعت وأنت مرتاح على مستوى أدائك، ربعك أصدقائك قالوا لك والله يا عذبي اليوم كنت وايد زين؟ يمكن مباراة الموسم اللي طاف مباراة الشباب كنت وايد زين فيها. اي هذه المباراة. لما تلعب ضد أندية كبيرة تشد حيلك أكثر؟ ايه أكيد. ضد منو تحس أنك ودك تلعب؟ والله ضد العربي القادسية الكويت، هذا شيء يعني طبعا. الدوري خلال الموسم الماضي سيطرة نادي الكويت، البطولات، تراجع مستوى العربي كان له تأثير سلبي خاصة أن مستوى النادي العربي تراجع الموسم الماضي.
إيه تراجع وايد النادي العربي وهم نادي الغاتسية. هذا سلبي على الدوري؟ أكيد لازم الغاتسية. سلبي من أي ناحية يا عدبي؟ كل شيء، يمكن إن فريق واحد قاعد ينافس ما في فريق ثاني، فغاتسية العربي لازم إنه يردون. من العناصر اللي تعتقد إن كانت نجومها بارزة خلال الموسم الماضي من الأندية بشكل عام؟ تعتقد لاعبين كان ظهورهم جيد في المباريات، منو؟ الموسم اللي طاف من اللي عجبوك من اللاعبين؟ يمكن عبد الله ماوي لاعب غاتسية، محمد خليل، رضا، كانوا زينين، طلال جازع. هل عناصر الناشئة هذه ايش تحتاج الآن؟ يعني لاعبين، انت قلت اسماء وبالفعل انا ايدك ربما في الاسماء اللي قلتها من اللاعبين اللي تألقوا، ايش يحتاجون اللاعبين ذيلا عشان يقدر يطور مستواه يكون للافضل يتألق؟ ايش نحتاج؟ اهم مثل ما قلت لك الاحتراف هو اللي نحتاجه الصراحة. ما تعتقد عدم مشاركات المنتخب له تأثير سلبي يا عذبي؟ اكيد المنتخب شيء مهم لازم نشارك. زين، شنو تأثير السلبي على اللاعبين عليكم اذا ما تشاركون في البطولات؟ يمكن احنا قاعدين نلعب كره عشان نوصل المنتخب، نبي نشارك خارجيا، فالمنتخب يطور من لاعب هم وايد. لعبت مراحل سنين منتخبات؟ ايه طول الوقت بالمنتخب. وين البدايه؟ وين فيها واحده واحده؟ من انا صغير. لا فهم اي مراحل قصدي؟ مرحله تقريبا تحت كم؟ 12. زين، ايه كملت. كملت لوين فيه؟ للاولمبي. للاولمبي اي مع 93. 93. زين، الأولمبي شنو البطولات شاركتوا فيها؟ شاركنا آسيا أيوة والخليج. شنو تذكر عن البطولتين ذيلا؟ آسيا لعبناها بالعين، لعبنا 3 لعبات، ما تأهلنا، صرنا ثاني المجموعة ما يبون الأول. وبالخليج وقتها كنت متعور، هذا 95. نعم مواليد. نعم. شاركنا البطولة اللي وصلنا فيها النهائي. شنو يضيف لك المنتخب لما تلعب كلاعب؟ يضيف لك شيء وانت راد للنادي تحس في حماس اكثر؟ شلون؟ شنو يضيف لك المنتخب؟ شيء طبيعي، اذا رحت مع المنتخب يعني التمارين تفرق عن النادي وايد، لما ترد تحس نفسك انه في فرق، يعني تحس بفرق لان هناك نتمرن صبح وعصر ومنضبطين تقريبا. مستوى اللاعب الاجنبي في الملاعب الكويتيه، انا لاحظت اتحدث عن اليرموك تحديدا ولكن حكي في الانديه كلها، شلون تشوفه؟ يمكن متوسط صراحة، يمكن بس الأندية الكبيرة هي اللي تجيب محترفين على مستوى عالي. من أبرز اللاعبين المحترفين الموسم الماضي كنت تعتقد أن اللاعبين ديلا كان لهم دور مؤثر مع أنديتهم؟ جمعة سعيد، فراس. شنو الاثنين يميزهم؟ كل واحد يميز شنو على الثاني؟ فراس هداف، جمعة يطوف ويصنع. تحتاجون انتم لاعبين اجانب في فريقكم يرموك؟ اكيد اللاعب الاجنبي راح يفرق معنا. يعني في اي مركز تحتاجون اكثر؟ دفاع وهداف. وهداف نحتاج هداف. تحتاجون لاعب هداف ومدافع. خط الوسط ساعات يساعد على الاداء الجماعي، خاصه خط الوسط امر يعني خط مهم جدا. خط الوسط اذا كان يمكن مميز بالمباراة هو اللي يربط بين الدفاع والهجوم، فخط الوسط هم مهم، هم تحتاج محترف صار. من المنتخبات العالمية اللي يعجبونك؟ أنا شجع إنجلترا. أنت الدوري الإنجليزي ظاهر مثلي أنت. زين، حتى الفريق اللي شجع أنا شجع بعيد. إنجلترا. خلال بطولة كأس العالم الأخيرة شنو الفرق اللي عجبتك أو اللاعبين اللي عجبوك؟ طبعًا كنا نشجع إنجلترا ومع هازارد بلجيكا. بلجيكا يمكن كانوا خوش. شنو مميزة فريق بلجيكا؟ ليش يعني بلجيكا خطف الأضواء أكثر؟ يمكن في نجوم وايد يلعبون كرة حلوة يلعبون. شنو تقدمون الموسم القادم مع فريق نادي يرموك؟ والله أكيد توقع؟ إن شاء الله إن هدفنا إن نوصل الدوري الممتاز إن شاء الله. أنتوا سويتوا معسكر هالسنة؟ لا عددكم داخلي. تتمنون تصعدون؟ أكيد. كل لاعب وده يصعد يلعب دوري ممتاز لأن تحت مثل ما أنت عارف. في لاعبين جدد يو ينضمون فريقكم؟ إيه في تقريبا. من أندية ثانية ولا؟ لا من أندية ثانية، بس الغريب حسين الغريب. المراحل السنية قصدك؟ المراحل السنية معنا 2 الحين هم منتخب أولمبي. شلون تشوف القاعدة في الأندية المراحل السنية؟ هل مستواهم لاعبين جيد؟ هل في المراحل السنية الصغار الآن في مواهب موجودة؟ والله كل الأندية بشكل عام؟ بشكل عام يمكن نادي الكويت الغاتسية الصراحة، بعد الأندية مو كثير. شو يحتاج اللاعب الصغير يا حبيبي؟ أنت حسيت فيها لما كنت صغير ولاعب
وكنت تتمنى انه موجود؟ شنو؟ يمكن اهتمام الصراحة، كنا ما نلقى الاهتمام و... اهتمام. شي يحتاج اللاعب اهتمام من اي ناحية قصدك؟ من كل شيء. يمكن اللاعب الصغير عنده دراسة، يمكن بعض الوقت يمكن يكون مو زين بالدراسة أو شيء، فيحتاج اهتمام بدراسته، إنه يحضر التمرين ضروري. أنت كنت مجتهد في الدراسة؟ والله يعني بس ما تأثر الكرة على اللاعب بعض الأحيان. الآن بعض الأبهات ينصحون عيالهم يقول لا تروحون الأندية دراستك أهم. بالفعل الكرة تأخذ وقتك؟ إيه تقريبا الكرة تأخذ وقتك. الدراسة الصراحة أهم بالكويت، أهم من الرياضة. أنت توليها اهتمامك ولا تأخذ الرياضة وقتك أكثر؟ والله أنا صوب الرياضة. صوب الرياضة بس يعني ما مهتم بالدراسة مو هذا. بس ايش تنصح الجيل الحالي الآن، جيل الصغار ذيل لمن ينضمون للأندية؟ أهم شيء طبعا الدراسة، والكرة إن شاء الله لاحق عليها. حلوة هذه لاحق عليها. حبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم من جديد مع الكابتن عذبي شاب لاعب نادي اليرموك لكرة القدم. ابقى معنا في برنامجكم أول السطر. أنا أخوي عذبي شاب، أنا عرفت قبل لا يصعد حق الفريق الأول، كنا نتابع بالمراحل السنية، وكنا إحنا كلاعبين فريق أول نقول إن هذا اللاعب اللي راح يصعد بالفريق الأول وراح يسوي شيء. لما صعد الفريق الأول تعرفت عليه أكثر من خلال المعسكرات اللي طلعت معاه. ما شاء الله عليه لاعب ملتزم، سواء بالتمرين، سواء بعلاقته مع زملاء اللاعبين، أو سواء علاقته مع الإداريين أو حتى أعضاء مجلس إدارة، او حتى الجمهور اللي يشوفه من برا يقول ما شاء الله عذبي لاعب موهبه، وان شاء الله يكمل على هالمستوى والله يوفقه ان شاء الله. نادي حبتنا من جديد في برنامجكم اول السطر، والكابتن عذبي شاب لاعب نادي اليرموك لكره القدم. تبقى عندك طموحات يا عذبي، امنيات في بالك للمنتخب انك تمثل المنتخب الكويتي؟ تفكر هذا التفكير يطري في بالك انك تمثل المنتخب توصل لمرحله؟ عندك ثقه انك توصل؟ يمكن اكيد انا ما لعبت كره الا عندي طموح ان اوصل المنتخب، هذا شيء اكيد ان شاء الله بالايام القادمه ان شاء الله. انت شو تنصح اللاعب الحالي الان حتى يصير لاعب مستوى جيد، شو تنصحه؟ يمكن التمرين اهم شيء حق اللاعب، اكله، نوما مبكر. انت ملتزم في كل اللي قاعد تقوله؟ لا والله ممكن. بس هذا الشيء المهم. يعني هذا الاشياء المهمه بس هذا لازم تطبقها بعدين انت. والله نطبقها يمكن سهر دوانيه ما دوانيه تخرب كل شيء. مستوى التحكيم خلال الموسم الماضي شلون تشوف مستوى التحكيم يا عذبي؟ والله كان زين، افضل من الموسم السابق. ما تحسيت ان ظلمتوا في مباريات؟ لا، او كانت في اخطاء من الحكام عليكم؟ يمكن الحكم بشر يغلط عادي، بس انه كان زين. من الحكام اللي كان تعتقد انه كان حكم لما انت تشوف الحكم ترتاح تقول والله هذا حكم مباراه احنا نحتاج الحكم هذا؟ ما في حكم يعني، يمكن كلهم زين. كلهم زينين. في فرصه ضيعتها عذبي وندمت عليها كانت سهله كنت المفروض تسجلها؟ اي وايد. مثل شنو؟ نص نهائي كاس الامير ضد الغاتسيه. شلون بدك تشرح لي اياها؟ كنت الطرف ودز لي اياها المحترف بينيه، فكنت على الطرف صوب الجول المفروض اني اشوتها، فانا ما شتها، فهذه ندمت عليها. هذا سرعه البديهه، تفكير بسرعه المفروض يكون من لاعب. ايه كان بالي شغله اني اعرض او اشوت. إيه؟ صار في عمل التردد. ايه فراحت الكره. شو الاهداف اللي سجلتها؟ يمكن ضد الغاتسيه، ابي ثلاث اهداف ما تنساها. ضد الغاتسيه، وسجلت ضد الجره. غاتسيه من خلف اي موسم اسمه؟ والله ما اتذكر بالضبط، بس كنا قبل موسمين. زين. والجره موسم اللي طاف ضد برقان سجلت قبل. زين. شو الهدف؟ سجلت الاهداف اللي تحبه، لكن في هدف تحس انك سجلته وايد حلو.
ضد القادسية. شلون الهدف سجلته؟ يمكن كانت كرة طويلة القادسية شالوها ردها مدافعنا وكنت أنا وثلاث مدافعين تقريبا، فهي تناقز طقيت الكرة ومن الثاني حطيت. هذه في الملعب يا عذبي؟ إيه هذه. ولا تنرفز بسرعة؟ لا لا. هذا الهدوء يساعدك كلاعب؟ إيه أكيد يحافظ على تركيزك بشكل أفضل. إيه. في لاعب متفاهم معك في الملعب؟ إيه. منو؟ يوسف نجف. منو؟ يوسف نجف. يوسف نجف. شنو التفاهم اللي بينك وبينه؟ هل صديقك وخارج الملعب بعد؟ أيوه صديق وقاعد يمي بعد. يمكن يوسف أفهمه من غير ما أشوفه الصراحة. من غير ما أشوفه يدري وين راح ألعب الكرة وأدري شلون راح يتحرك. يوسف أكثر اللاعب. أكثر شيء. منو من اللاعبين في الكرة الكويتية السابقين كان اللي اعتزلوا طبعًا كان لاعبين تعتقد كان لاعبين مميزين؟ السابقين شفت لهم شرطة أو شفت لهم برامج أو شفت لهم أكواب؟ أكيد جاسم يعقوب. أو جاسم. جاسم. شنو كان يميزه جاسم؟ إيش لما شفت أقواله القديمة جاسم يعقوب المرعب وحمود؟ إيه. شنو الأشياء اللي كنت تحبها فيه؟ يمكن الجنب عنده ما شاء الله يرتفع فوق على من عرضه. إيه وايد. كان صارت بعض الجنب عنده مميز. شنو الشغلة اللي فيك مهمة تتمنى تكون موجودة فيك أنت كلاعب الآن؟ في شيء ينقصك فنيا؟ أنا أقصد يمكن كل ما وصل عند الجول لازم أعرض أو ألعب حق زملائي، أحب أصنع أكثر ما أقوى، فلازم استنتج. يعني ما يعني قصدك إن بعض الفرص ممكن تسجل منها؟ بس أفكر إن وفي فرصة كان بالفعل دشيت وصلت لها المرحلة هذه وكنت مفروض تسد ما سديتها. وايد. مثل شنو؟ وايد والله إن مفروض إني أنا اللي أسجل ألعب بس. إنزين ليش ما تلاشيت هالمشكلة هذه؟ ليش ما تحاول تتخطاها؟ ما يمكن حتى أبوي يقول لي هالسؤال. زين. لازم إن تفكر إن تقول. فأنا والله أحب إن أصنع أكثر من أقول. يعني بعض الفرص الواحد يحصل له قدام منطقة الجزاء ما يخالف إن إذا كان زميلك بالأصل مكان صح، بس إذا كنت صح المفروض أنت اللي تسجل. عدل. 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 إيه. شنو طموحاتك أنت كلاعب؟ قلت لي تحمل توصل المنتخب وتوصل المنتخب الوطني. تبقى بطولات ودك تشارك فيها؟ شنو البطولات اللي تتمنى تشارك فيها؟ بطولات خارجية يمكن. نبي نشارك بآسيا، توصل كأس العالم، هذا شيء إنجاز. طموحات هذا الطموحات هذه كلها اللي عندك، شو تقول كلمة حق المسؤولين عشان لقاف وأمور كثيرة؟ إن يسوون الاحتراف، احتراف شيء مهم. الحين الكل يمكن عنده احتراف إلا إحنا. الاحتراف الكامل قصدي. أي أكيد. احتراف هذا أصبح ضروري حق اللاعب الكويتي. أي ضر. كرة القدم بشكل عام. بالرياضة بشكل عام. الكل تقريبا احتراف كامل. من الفرق المميزة في الكويت؟ الكويت نادي الكويت. ليش الكويت مميز تحديدا؟ يمكن شغلهم احترافي. قاعد يسوون شغل كله عن طريق السيد مرزوق الغانم ما شاء الله، يدفع مناقصهم شيء، كل شيء متوفر لهم، معسكرات، كل شيء. وهذا ساعد ان الكويت يبقى في اي اكيد في المقدمة. اكيد اللي يشتغل راح يلقى. حلو. اللي يشتغل قاعد لك. انت الان شنو كلمتك اللي تقول حق مجلس اداره اليرموك؟ شنو تبون منهم كلاعبين؟ ما نبي شيء، بس ان نبي يساعدونا شوي. شلون؟ محترفين اكيد. نبي يعني محترفين يساعدونا حق الايام القادمه ان نقدر نوصل. انتم عندكم محترفين الان اثنين؟ الحين عندنا اثنين وثلاثه صار الحين. صار ثلاثه. زين. وهم الحين هالموسم خمس محترفين. زين. بعد اثنين. زين. تبون محترفين زياده؟ اكيد، لان مثل ما انت عارف يعني ما راح يجيبون محترف توب مثل نادي الكويت. لا طبعا هذا مبالغ كبيره تندفع. ايه. ما في ميزانيه، فالغى الخمسه. مدربكم الموسم الماضي تعتقد كان مدرب مميز؟ سيلفا كان مدرب مميز. عارض على انتقالك من قبل؟ لا ما كان ما... يقول لي ها؟ اي كان يقول لي لا عادي تنتقل عادي. ايه يبيني انتقل. لا زال عندك طموح الانتقال يا عذبي؟ اكيد. يمكن الحين صار لي يمكن خمس سنين او ست سنين اعطيت يمكن كل شيء حق نادي اليرموك. زين. قدمت كل ما املك يمكن. ابي اوصل حق طموحي. كل لاعب له طموح، واذا بتوصل حق طموحك لازم تغير. فاكيد ان اذا لعبت فرق كبيره
انت كلمت النادي عن الوضع هذا؟ اي كلمت. ما رضوا؟ اي ما رضوا. او يبون كتاب من نادي ثاني؟ يبون الماده مهمه. زين اللي يبيك يدفع لك قصدك؟ بالناحيه هذه. إيه؟ وانت لاعب مميز الكل يبيك ترى والي. إيه هو صح، بس انه عندنا احنا بالكويت شلون يمكن اتصال يتصلون علي ما يطرشون الكتاب. احبتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود معكم من جديد في برنامجكم اول السطر مع الكابتن عذبي شاب لاعب نادي اليرموك. نادي حبتنا من جديد في برنامجكم ولا سطر مع الكابتن عذبي شاب لاعب نادي اليرموك لكرة القدم. الدوري الكويتي درجتين جيد بالنسبة لكم ولا تفضل الدمج أفضل؟ يمكن هو جيد بشكل عام، بس إن الفرق اللي بالدرجة الثانية عددهم يعني شوي عدد، يمكن 4 مباريات نلعب، فهذا هذه مشكلة. ولا درجتين شيء زين؟ درجتين من أي ناحية زين؟ يمكن من كل شيء، تخلي منافسة بين الأندية، إن اللي تحت يبي يصعد واللي فوق إذا كانوا تحت ما يبون ينزلون. شيء أكيد سلبي. سلبي قصدك إنك أنت الأندية قليلة؟ إيه الأندية قليلة. وشنو سلبيتها إذا كانت الأندية قليلة؟ من أي ناحية؟ إن ما نلعب مباريات وايد، يعني مثلا إحنا تحت الحين هالموسم راح نلعب 4 لعبات وراح نباريهم كم مرة، ما راح ما في فرق يعني. بس أربع فرق إيه. وهذا ظاهرة سلبية. إيه أكيد تحتاج أنت كلاعبين طالبون زيادة الفرق. إيه أكيد زيادة فرق من مصلحة الكرة الكويتية. شنو المدرسة الأفضل للكرة الكويتية؟ تعتقد البرازيلية، الإنجليزية، شنو أفضل؟ كرة الكويتية برازيلي. برازيلي ليش؟ يمكن البرازيلي يخليك أكثر تلعب كرة. إيه ويحب الهجوم. وين درست عذبي؟ مراحلك السنية مراحل دراسية وين درست؟ الروضة بالسالمية اللي صارت جامعة أمريكية. زين قلبتها جامعة. ابتدائي برميثية بس ما أذكر اسمها صراحة. متوسطة النجاة خاصة، والثانوية صالح شاب. لعبت في المدرسة. إيه كل. في كل المدارس لعبت فريق كرة القدم. اكتشفت موهبتك هناك. إيه أنا ألعب يعني أي مكان في كرة القدم. أي مكان تلعب في كرة القدم. إيه. وين المرحلة اللي تحبها أكثر شيء؟ الثانوية. ليش تحب الثانوية أكثر؟ الثانوية يمكن آخر السنين وكنا يعني تبي تخلص يعني. من اللي كان فريق المدرسة معك؟ فريق المدرسة أقول أسامي؟ إيه نعم. من اللي كان معك؟ ناصر، أبو حمد، فواز دهيب، حمد الخصام، أحمد مريوم. من كان مدربكم أو مدرسكم؟ عماد وابراهيم الرومي. ابراهيم الرومي لاعب النصر السابق. إيه. هو اللي كان معاكم. كان معي بنصر. كان يقول وايد ترى هذا. يقول الدوري المدارس كان دوري زين. والله زين تقريبا. انت لما كنتوا تلعبون اي دوري المدارس في ضد منو كنتوا تلعبون زين او كنت من مباريات كان منافسكم؟ والله ما اتذكر، بس كل ما نوصل نهائي نخسر. ما وصلتوا؟ نوصل نهائي ونخسر. في طفولتك كنت عاجل؟ اي زين. ابو هادي؟ اي هادي مو فيه. ها ابوك يقول لك كذي ولا انت كنت تشعر كذي؟ لا ابوي. كنت مجتهد بالدراسه مو كذي؟ اي لما وصلت لكره القدم صار نص ونص. اي نص. كنت ابي اخلص بس عشان كره القدم. وين تحب تسافر دائما؟ لندن. روحك ولا ويا احد؟ لا ويا ربعي. ويا ربعك. من يحب يرافقونك دائما؟ دائما
جراح العساف وحمد السعيد وذمتي. دائما تحب تسافر تسافر معاهم؟ دائما تقريبا هم وياي. شنو يحب تسبب لندن تحديدا؟ لندن اكيد احب احضر مباريات هناك. تحضر مباريات؟ اي حاضر حق تشيلسي. تحضر المباريات في الملعب حق تشيلسي؟ بس تشيلسي كم سنه صار متراجع يا عبدي. اي بس نحضر له واخذ الدوري مرتين. لما حضرت لاخذ الدوري لا معود احضر له مره ثانيه. لازم اروح للحين بعد. الهجي ايضا في مستوى اللاعب الكويتي تطور مستوى الامكانيات، المنشآت الرياضيه تعتقد المنشآت الرياضيه في الكويت على مستوى عالي ولا تحتاج منشآت افضل؟ لا مو مستوى عالي، اكيد نحتاج مستوى افضل. استاد جابر يمكن منشأة عالميه، نحتاج نفس استاد جابر. تحتاج منشآت الانديه قصدك؟ ايه لازم الملاعب تغير، يعني الملاعب قديمه يمكن. شنو عيب الملاعب الحاليه؟ كلهم نفس التصميم، لازم يعني التغيير نفس لازم يصير نفس استاد جابر صراحة الأندية. قصدك تحتاج استاد في كل منطقة استاد رياضي بدون ما بدون ما تلعب الأندية على ملاعبها. لأن أهم الأرضية ما يعني ما راح تساعدنا. شلون الأرضية قصدك؟ أرضية سيئة؟ إيه كل يوم تمرين 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 فما راح. على نفس الملعب؟ إيه أكيد على نفس الملعب. شو تتوقع الموسم الحالي؟ الموسم الحالي إن شاء الله نوصل دوري الممتاز، هذا الطموح إن شاء الله. وعلى مستوى فرق الدرجة الممتازة؟ شو تتوقع المنافسة؟ أتوقع المنافسة قوية هالموسم بين القادسية والكويت. يمكن البطولة العربية ساعدتهم إنه يبون محترفين على مستوى عالي. صح. وهذا سيعطي التنافس بين الكويت والقادسية. أتوقع. بشكل أكبر. أي أكيد. يعني هذا الدوري هالسنة إن شاء الله دوري ساخن، شكله من البداية يوحي هذا. إيه في محترفين وإن شاء الله. إن شاء الله أتمنى إن شاء الله. نكون دوري على مستوى عالي حتى يرتفع مستوى الأداء. بس لك سؤال، وين الجمهور الكويتي الآن؟ ما قام يحضر مباريات مثل قبل، مثل ربما تحضر مباريات تشاهد حتى مباريات الأندية الكبيرة لا يوجد فيها جماهير رياضية. يمكن الكرة مو مثل قبل الحين. شلون يعني؟ كل شيء يمكن قبل يجون الملعب كل شيء موجود، يعني لاعبين. قصدك النجومية؟ اي أكثر هم إذا حضروا حق المنتخب، يعني المنتخب كان قوي ما شاء الله بذيك الوقت. فالحين مو نفس قبل، الحين يمكن منشآت لازم تتغير، يمكن كراسي ما حد يعني يقدر. أنت الآن تحتاج، أنت قصدك تغيير كامل؟ أكيد عشان الجمهور، تجذب الجمهور. شلون تجذبه؟ تجذب الجمهور في منشآت قصدك كمنشآت متكاملة؟ إيه أكيد، وتوفر حق اللاعبين أرضية يقدمون كرة قدم حق المباريات. شنو المباريات اللي شغلت بالك وايد يا عذبي؟ فكرت فيها وايد، مباراة معينة كنتوا تلعبونها واخذت تفكيرك وايد؟ مباراة قادسية نصف النهائي. ليش هذه المباراة شغلت بالك؟ يمكن خسرنا بآخر دقائق، وقتها سويت بلنتي وضاع محترف شات اضيعها وخسرنا بآخر دقائق. ليش ما شفت انت؟ توني كنت توني صاعد. زين؟ فالمحترف يمكن ما يضيع مهدي بن حرب. ما يضيع بس بهالوقت ما حالفتها. أحبتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود معكم من جديد مع الكابتن عذبي شاب لاعب نادي اليرموك لكرة القدم. ابقى معنا في برنامجكم أول السطر. عذبي تربطنا فيه علاقة جدا كبيرة، من تحت 12 سنة من كنت أنا بنادي القادسية، هو كان لاعب نادي اليرموك، تدرجنا مع بعض لمرحلة 17 سنة، ثم انتقلت حق نادي اليرموك، والحمد لله استمرت هذه الأخوة والعلاقة الكبيرة اللي بيني وبينه. عذبي هذه معلومة أنه ما لعب تحت 19 سنة، من 17 سنة للفريق الأول. عذبي لاعب جدا مميز، دائما ما كان يسجل على الفرق الكبيرة بالدوري، يعني هذه حادثة بسيطة وموقف بسيط. أذكر لما كنا تحت 15 سنة تقريباً لعبنا مع نادي اليرموك، كنا إحنا نسجل وعذبي يسجل، نسجل وعذبي يسجل، انتهت المباراة 3-3 وعذبي سجل الهاتريك، وقبل أنا كنت متحدي يعني إذا كان سجل جول واحد وعذبي حط هاتريك، وعذبي الحين زميل مهنة
وعذبي طبعا دائما معاي سواء بالنادي وبرا النادي وحتى بالسفر. نتمنى له التوفيق وان شاء الله نشوفه بالمنتخب الاول. نادي حبيتنا من جديد في برنامج كول السطر مع الكابتن عذبي شاب لاعب نادي اليرموك لكره القدم. وحديثنا كما استفدت في البدايه التقائي مع عدد من النجوم المميزين في انديه غير جماهيريه حتى نستطيع ابرازهم بشكل افضل ونسمع وجهه نظرهم واقتراحاتهم للوصول بالرياضه الكويتيه الى الافضل، خصوصا انهم هم من يلعبون تلك المباريات ويشاركون ربما اقرب من اي شخص اخر. حياك الله من جديد يا عذبي. الله يحييك. تحدثنا عن وايد نقاط، تكلمنا عنها وتحدثنا عنها ووصلنا الى يعني الجزء الاخير من هذا البرنامج، ولكن لو اعطيناك ورقه وقلم قلنا لك الان ملخص لكل شيء تحتاجونه، شنو تحتاجون الان كلاعبين الان تطالبون الدوله توفر لكم، هيئه الرياضه توفرها لكم، اتحاد كره القدم يوفرها لكم، شنو الاشياء اللي تبونها؟ يمكن نحتاج الرياضه تعود من جديد اكيد، ونحتاج مثل ما قلت لك الاحتراف تعود من جديد، بس بفهمها شنو تعود من جديد؟ يعني ما نبي الرد نلعب بعدين ايقاف والرد نلعب ايقاف، نبي خلاص نفس المنتخبات الثانيه. اكيد الاحتراف شيء مهم، الاحتراف اهم شيء. ملاعب لازم تكون على مستوى عالي. حلو، هذه الاشياء اللي تعتقد اللي تحتاجونها انتم كلاعبين حتى توفرون تقدمون المستويات المطلوبه. انت شو تقدم، شو تتمنى تتقدم هالسنه من المستوى؟ يمكن اكيد هالموسم طموحي ان نصعد، هذا الشيء حاطه ببالي من قبل لا يبدا الموسم. هذا اهم شيء عندي، لازم اصعد عشان تبين اكثر. ملتزم بالتدريبات يا عذبي؟ ليش كثير المدربين يشتكون اللاعبين ما يلتزمون بالتدريبات؟ يمكن اللاعبين صراحه مو الكل، يمكن التمرين ما حد يحب المباريات يعني حلو هذا ما حد يحب. اي والله خصوصا بدايه الموسم لازم تتمرن. شو تسوي؟ والتمرين مهم مثل ما قلت، التمرين يمكن اذا ما عندك لياقه ما راح تجي نفسك بالمباراه. زين، فالتمرين مهم. في مشكله لياقه البدنيه عند اللاعبين، يعني بعض اللاعبين تشوفه في الشوط الاول مستوى لياقه بدنيه، وبعض اللاعبين للاسف شيء تشوفه نص ساعه والمباراة كلها ما يقدر، هل ان اللاعب ما يتمرن زين؟ اكيد، قلت لك التمرين مهم. هذا راح يبين معك بالمباراة. وانت ملتزم في التدريبات؟ اي ملتزم. ما تقطع عنها؟ لا. زين، حلو، هذا يخليك يساعدك تطور مستواك للافضل. اكيد. الان اللاعبين اللي يشوفونا الصغار كثير من اولياء الامور يقول حق عيالهم يعني الاندية يعني ينصحون عيالهم بالدراسة ولا يتمنون يكونون في الاندية. ليش؟ أنا تبي صد ان الدراسه بالكويت اهم من الكره. الكره شنو بتعطيك؟ ما راح تعطيك شيء بالكويت خصوصا. حلو، احنا نوجه نصيحه حق الجيل الحالي خصوصا الان اللي ربما يهمل دراسته ويتجه للرياضه. احنا نقول تقدر تمارس الرياضه تقدر تمارس، لكن تهتم بدراستك ايضا. اي اكيد لازم ينسق بين الدراسه والرياضه. تنسيق شلون يصير؟ يعني وقت الدراسه تكون دراسه، وقت النادي يكون. انت كنت منسق كذي؟ اي اكيد. في 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 دراستك؟ اكيد. وهذا ساعدك على ان تنجح اكثر؟ أي. سواء على مستوى الدراسه وحتى على مستوى الرياضه. اي اكيد. شنو الاهداف اللي تعتبرها أهدى اجمل اهداف الموسم الماضي حق غيرك؟ الموسم الماضي عجبتك، حسيت ان استمتعت فيها، في اهداف معينه شفتها؟ والله ما اذكر. ما تذكرها؟ اي والله. هذا توك شاب ما تذكر، لازم تذكر نقاط معينه في بالك. شفت جول عبد الله ماوي ضد الساميه الشوط؟ اي كان حلو. فاجئ الحارس. اتفق معاك انا. كان من الاهداف الجميله. عذبي شاب، انا كنت سعيد جدا تكون ضيفي في برنامج اول السطر، تحدثنا في عده نقاط كثيره على كل شيء تكلمنا فيه. اشياء تحب تقولها في نهايه هذا اللقاء؟ الله يعطيك العافية أبو نصر على الاستضافة، وتشرف أني أكون معك. الله يسلمك، شكرا لك يا عذبي. حبيتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجكم أول سطر. كان ضيفي في حلقة اليوم الكابتن عذبي شاب لاعب نادي اليرموك لكرة القدم. كما استفدت في البداية حديثنا دائما نصب إن شاء الله خلال الحلقات القادمة على التقاء مع عدد من اللاعبين من الأندية الغير جماهيرية اللي برزوا وتأخروا، وطبعا كان منهم اليوم عذبي شاب، وإن شاء الله نلتقي معاه حلقات قادمة، وإن شاء الله يكون أحد اللاعبين المميزين في تاريخ الكرة
الكويتية في الحقبة الحالية. بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه. ندعو الكويت في صلاتكم أن الله يحفظهم كل شر. لقاكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم. مع السلامة.